وتحرك الفريق الأول للتدريب. كابتن حشيش دكتور ثابت، ده تحرك الفريق الأول بعد الإفطار منذ قليل، ده تحرك بعثة النادي الأهلي لأول تدريبة هناك في كازابلانكا. أنا بصراحة يعني ربنا يوفقهم، مباراة بالتأكيد يعني مباراة صعبة. عجبني كابتن سيد في تصريحه بعد الماتش ان هو قال اللي خايف ما يجيش معانا. دي نقطة مهمة جدا، دي رسالة بيبعتها للعيبة ان يا جماعة ما ينفعش، انت بصراحة احنا فنيا اعلى بكتير من الرجاء ككورة. النادي الاهلي احنا كنا في المباراة وشفناها من الملعب، صحيح يعني ككورة النادي الاهلي اعلى بكتير في كل حاجة، كامكانيات صحيح. انت اعلى من فرقة الرجاء فنيا بكل شيء، لكن هم حريفة في تضييع الوقت، حريفة في ان هم يسحبوك يخرجوك لحاجة بره الكورة، لان هم عارفين ان انت اعلى منهم فنيا. فانت مهم جدا اول 20 دقيقة من المباراة زي ما قلت ان انت لازم تستحوذ على الكورة، لازم تبدأ بضغط عالي وتستحوذ وتبين لهم وتفرض شخصيتك، انت شخصية النادي الاهلي، تبدأ بالضغط العالي. يا سلام لو من خلال الضغط ده قدرت ان انت تجيب هدف مبكر، اعتقد ان انت يعني انت لازم برضو تلعب ان انت تجيب هدف. يعني انت لازم خطتك صحيح. الفنية والتكتيكية ان انت تجيب هدف ايا كان النتيجة، لازم تجيب هدف هناك، لازم ترسم ده، ما ينفعش تروح تلعب بطريقة دفاعية. لا انت لازم تستغل الامكانيات، مش هستنى لما استقبل هدف وبعدين ابدأ اغير. صحيح. لا انا شايف ان النادي الاهلي لازم ينزل بشخصيته، شخصية النادي الاهلي يفرض شخصيته ويلعب باسلوب لعبه الاستحواذ والضغط العالي، سواء لعبت بثلاثة ارتكاز، سواء بدأت بديانج حمدي السلي، او لعبت باثنين بس، يعني سواء ثلاثة أو اثنين مش مهم طريقة اللعب قد ما مهم أسلوب الضغط، ومهم أن أنت تفرض شخصيتك، ومهم أن أنت تستخدم سياسة الاستحواذ. ليه؟ طول ما أنت بتستحوذ، طول ما هم بيبص في نفوسهم الفرقة دي أعلى مني، زي ما بهدلتني أو زي ما عملت عليا جيم كويس جدا في مباراة الذهاب هتتعبني في مباراة العودة. صحيح. عشان كده مهم جدا تستحوذ في أول 20 دقيقة، مهم جدا تحاول تخطف هدف هيسهل لك كتير جدا اول ربع ساعه واول 20 دقيقه، وده اللي بنتمناه ان شاء الله. اعتقد ان مستر بيتسو موسيماني في المباريات الكبيره دايما بيبقى ظاهر، ودايما هو حتى الان في المباريات الكبيره تقريبا ما خسرش مباريات كبيره معانا في النادي الاهلي. ان شاء الله النادي الاهلي قادر، يعني الفرق دلوقتي بقى خلاص بتقدر تجيب بره ملعبها، بتقدر تستقبل، مفيش بره ومفيش جوه، خارج ملعبي وجوه ملعبي، وكمان وجود 35,000 بس حتى لو في 50,000 احنا ما بنخافش لا من 50 ولا من 60، النادي الاهلي بيلعب في اي عدد من الجماهير. النقطه المهمه يا كابتن حشيش اللي اتكلم فيها الدكتور ثابت، ودي اتمنى من لعيبه النادي الاهلي انها تعملها، ان انا ازاي ادور على الهدف ان انا اجيبه في شباك فريق الرجاء، ان انا اجيب هدف ده هيديني أفضلية كبيرة في الملعب. بص يا أسامة، المباراة دي بصراحة عايزة إدارة إدارة مباراة من البداية. والمباراة اللي زي دي كبيرة، اللي هي في نتيجة قبل كده في الشوط الأولاني اللي هو مباراة القاهرة، محتاجة أن أنت تتقسم مباراة دي تتقسم. لقطات وصول فرقة النادي الأهلي لملعب التدريب، أول تدريبة في كازابلانكا. اتفضل يا كابتن. زي ما قلنا محتاجة إدارة كويسة. الحاجة التانية هسيبك تتكلم يا كابتن حشيش، احنا شايفين دلوقتي الاستقبال الرائع من المسؤولين هناك في المغرب والجماهير الأهلوية في المغرب وجماهير الرجاء، ودي دايما العلاقات اللي احنا بنأكد عليها ما بين مصر والمغرب، ما بين النادي الأهلي والرجاء أو كل فرق المغرب، هي دي العلاقات اللي هتسود ودايما هتدوم، العلاقات الحب والود، زي ما استقبلنا هنا فرقة وبعد